بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس في شابتر 2، بعدين بننتقل لشابتر 3، separation of variable in spherical coordinates. هاي معادلة هيلموتس اللي هي اللابلاسيان للبساي اللي هو function of r and theta and phi زائد k تربيع اللي هو constant بيساوي 0. حتى نفصل المتغيرات اللي هو بساي function of r and theta and phi، أول شيء بنكتب اللابلاسيان بالspherical coordinate. لابلاسيان بالسبيريكال اوردينت 1 على ار تربيع ساين ثيتا، كل هذا مضروب في المشتقة بالنسبة للار، الجزئية مضروبة في الار تربيع ساين ثيتا في مشتقة بساي بالنسبة للار، زائد المشتقة بالنسبة للثيتا اللي بداخل القوس هذا ساين ثيتا مشتقة بساي باي دي ثيتا، زائد مشتقة بالنسبة للفاي 1 على ساين ثيتا بارشل بساي على بارشل فاي. هذول طبعا اللي هي كيف تكتب اللابلاسيان بالسفيريكال كوردينيت، موجود عندنا في درس لما اخذنا سفيريكال كوردينيت كيف شكل اللابلاسيان، فطبقناها على الفانكشن بساي حتى تكون المعادله كامله اللي هي هيلموتس ايكويشن زائد كي تربيع بساي بيساوي 0. حتى نفصل المتغيرات الثلاث تبعت ار وثيتا وفاي، نفترض انه هاي البساي تتكون من 3 فانكشن، function r بس function of small r اللي هو coordinate فقط، function p اللي هو function of theta اللي هي الزاوية theta، function n of phi اللي هي الزاوية رقم 2 اللي هي الفاي. هسا منطبق هاي اللي هي يعني r مضروبة في ال p مضروبة في ال n الثلاث، نطبقها في المعادلة هاي اللي فوق. فلما نشتق بالنسبة لل r هنا بتبقى عنا ال p وال n، ولما نشتق بالنسبة للثيتا هنا بتبقى عنا الـ R والـ N. لاحظوا هون هاي الـ R والـ N، هاي الـ P والـ N، ولما نشتق آخر شيء بالنسبة للفاي بتبقى عندي الـ R والـ P، ومنكمل المعادلة نفس ما هي بس حطينا اللي هي البساي الفانكشن هذا. بعدين هسا بدنا نفصل بالمتغيرات. أول عملية بنعملها نقسم على الفانكشن نفسه على الـ R P N. لما نقسم على الـ R P N بصير عندي هنا، لما نقسم على R P N بظل عندي واحد على R وهيها هون، لما نقسم هنا بيظل عندي ال P هيها هون، ولما نقسم الحد الثالث RP بيظل عند ال N هون. فلاحظوا هسا شو بنعمل، نضرب المعادلة كلها في R تربيع sin theta اللي هي هاي، حتى نتخلص من هذا الحد نضرب المعادلة كلها في R تربيع sin theta، بصير بيروح عندنا هذا الحد وبصفي عندنا ال K كمان، ال K تربيعها لازم نضربها في R تربيع sin theta، فبتصير شكل المعادلة كالتالي، هي هالكي تربيع في ار تربيع ساين ثيتا، خلينا نتاكد انه ساين ولا ساين تربيع، ساين ثيتا المفروض ساين ثيتا وليس ساين تربيع. بعدين بصفي عنا انه هذا الحد اللي هو واحد على ان على ساين ثيتا، حتى تروح هاي ساين ثيتا لازم نضربها في ار تربيع ساين ثيتا. خلينا نحكي هنا واحد على ان، طيب هسا اتوقع انه احنا ضربنا في ساين تربيع ثيتا، خلينا نتاكد بس من هون ساين ثيتا ار تربيع ساين ثيتا. طيب بعد هيك بصفي عنا الحد هذا اللي هو واحد على ان، نقدر ننقله على الطرف الثاني، واحد على ان المشتقة الثانية طبعا n is function of phi بصفي يعني انه لحاله، فبننقله على الطرف الاخر من المعادلة بصير عندنا السالب، بفترض هذا الناقص واحد على n بيساوينا ثابت معين وهو ناقص m تربيع، برد رجع على المعادلة نفسها اللي هو على صيغة m تربيع لانه هو على الطرف اليمين، لما انقله على الطرف دقيقة هو هنا اللي هي افترض انه الواحد على r المشتقة الثاني يساوي ناقص m تربيع، اذا الناقص هذا الحد اللي هو ناقص واحد على n المشتقة الثاني بيساوي m تربيع اللي هو في الحد اليمين، لما ارد انقله للطرف الثاني بصير عندي هنا ناقص m تربيع، يعني كأني عوضت، خلينا نحكي رديت رجعت هذا الحد على الطرف اليسار وعوضت مكانه باللي هي ناقص m تربيع. طيب اذا هاي المعادلة تصبح شكلها كالتالي اللي هو ساين تربيع ثيتا على r مشتقة بالنسبة للr r تربيع dr by dr اللي هو هذا function of r زائد ساين ثيتا على p. هسه صار عندي خلينا نحكي two function اللي هو فقط
function r and function p. هذول بدي افصل بيناتهم. عملية الفصل بيناتهم لازم اخلي خلينا نحكي اول شيء بقسم على sin theta تربيع. لما قسمت على sin theta تربيع بصير عندي الحد هذا بتخلص عندي من sin تربيع ثيتا، بصفي عندي واحد على r المشتقة بالنسبة للr، للr تربيع dr by dr يعني capital letter by dr اللي هو الكوردينيت. ولما اكون قسمت على ساين تربيع ثيتا بكون تخلصت من هاي الساين تربيع اللي هون، بصفي عندي زائد كي تربيع ار تربيع. هذا الطرف الايسر بخليه لحاله لانه كله فانكشن اوف ار. لاحظوا هذا الطرف الايسر كله فانكشن اوف ار، والطرف الايمن طبعا بنقله للجهه الثانيه اللي هي هاي ساين ثيتا. بعد ما اكون قسمت على ساين تربيع ثيتا، ساين ثيتا على ساين تربيع ثيتا بتساوي ناقص واحد على ساين ثيتا، وطبعا عندي هاي البي، طبعا اشاره السالب لاني نقلتها على الطرف الايمن، المشتقة بالنسبة للثيتا اللي هي ساين ثيتا دي بي باي دي ثيتا، زائد اللي هو الكونستنت اللي احنا افترضناه اللي هو الام تربيع. هذا بعد ما كنا قلناه على الطرف الايمن صار موجب، وبعد ما قسمنا هون على ساين تربيع ثيتا. اذا صار عندي الطرف الايمن كله بيعتمد على ثيتا والطرف الايسر بيعتمد على الار. طبعا هاي عملية فصل المتغيرات في اللابلاسين كوردينيت حتاخذوها في الاي ام لما تاخذوا اللي هو اللابلاسين ايكويشن، لانه اللابلاسين ايكويشن تستخدم في الالكتروماغنتيزم. طبعا عندي معادله اللابلاسين ما فيها الكي، فهذا الكي حيكون زيرو، فحتتخلصوا من هذا الحد، فيكون عندي فانكشن على اليسار وفانكشن على اليمين. راح نشوف طبعا حل هذون المعادلتين في الاي ام، راح تاخذوها في الفيزياء الرياضيه 2. حل المعادله اللي على الطرف الايمن بنسميها الليجندر بولينوميال راح تاخذوها، والطرف الايسر بيكون حلها بنسميه البسل فانكشن، بس طبعا مش في راح ناخذها في هذا، بس احنا هنا راح نتعلم فقط عمليه فصل المتغيرات. فاحنا بنفترض انه هذا الطرف الايسر حكينا ثابت اللي هو ان، ونفس الثابت هذا بنفترضه للطرف الايمن، يعني لانه هذا الطرف الايسر كله بيعتمد على الار والطرف الايمن كله بيعتمد على ثيتا، فبنقدر نعتبر انه الطرف الايسر بيساوي كونستانت ان، ونفس الشيء بنقدر نعتبره للطرف الايمن. فزي ما انتم شايفين هنا واحد على ار المشتقه بالنسبه للار للار تربيع دي ار باي دي ار زائد كي تربيع ار تربيع يساوي ان. فطبعا هنا نضرب كل المعادله في كابيتال ار، لما نضرب نخلص من هذا الحد هنا الار، بعدين هذا بيجينا كمان ار مضروبه في الكي تربيع ار تربيع، والهاي الان مضروبه في الار. لما انقلها للطرف الايسر بصير عندي هذه المعادله النهائيه اللي هي معادلة خلينا نحكي كلها function of r. فهيك بنكون فصلنا المتغيرات، عملناها بدل هي معادلات تفاضلية جزئية عملناها معادلات تفاضلية عديمة من الدرجة الثانية. ولاحظوا نفس الان هاي اللي افترضناها بفترضها للطرف الايمن للثيتا، ناقص واحد على p sin ثيتا مشتقة بالنسبة للثيتا sin ثيتا. فلاحظوا هاي المعادلة كلها بضربها بالايش بالسالب، وبضربها في p sin ثيتا حتى اتخلص من هذا، عشان تبدل عندي المعادلة في دي على دي ثيتا. لاحظ انا بحب بالنسبة للكوردين تبدل المعادلة بدون ما تكون مضروبة في اي شيء. هنا دي على دي ار، هنا دي على دي ثيتا ساين ثيتا اللي في القوس مشتقة بي بالنسبة للثيتا، زائد طبعا هنا بعد ما نكون ضربنا في ساين تربيع في ساين ثيتا بصير عندي بدل الساين تربيع بصير عندي ساين ثيتا، بيظلها الام تربيع. لاحظوا هنا الام تربيع، فبعد ما ضربنا في اشارة سالب كل المعادلة هاي بصير ناقص ام تربيع، هيها موجودة، وهاي بصير ناقص ان، لما انقلها للطرف الايسر بصير موجبة، فهي عبارة عن ان ساين ثيتا، طبعا مضروبة في البي، لانه لاحظوا هون البي هاي المعادلة كلها ضربناها في البي، فالام تربيع مضروبة في البي، والان هون كمان مضروبة في البي، فبصير عندي ان ساين ثيتا ناقص ام تربيع ساين على ساين ثيتا بي يساوي زيرو. فحكيت لكم راح تشوفوا حل. فهيك بكون فصلنا المتغيرات بالنسبة ل خلينا نحكي بالنسبة ل الثيتا والار والفاي. فبيكون احنا السلندريكال يعني جرت العادة انه ما نعطي السلندريكال كوردينيت، بس له تطبيق لانه تطبيقاته مش كثير. لما تاخذوا مادة الكهرباء ما في تطبيق خلينا نحكي لفصل المتغيرات بالسلندريكال كوردينيت، لانه عملية تطبيقات معظمها على الكرة اللي هي كرة مشحونة. فعشان هيك احنا بناخذ السفيريكال كوردينيت. السلندريكال ما في يعني امثله كثير انه في اسطوانه مشحونه، عشان هيك ما اخذناش فصل المتغيرات بالسلندريكال كوردينيت. هي بتكون عمليه بسيطه زيها زي السفيريكال، بس كونها ما لها تطبيق
فيزياء البكالوريوس إلها يمكن تطبيق في لما تاخذوا مواد متقدمة في الماجستير. فهيك ممكن أنهينا إحنا اللي هو شابتر 2، راح أنزل لكم عليه أسئلة إن شاء الله بكرة، بنزل لكم أسئلة بتكون هوم وورك بتسلموني إياها بعد العيد، يعني أنا راح أنزلها الخميس، سلموني إياها يوم الخميس.